أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وما نقوله ما نسمعه دائما وأبدا حجة لنا لا علينا. أحييكم أيها الأحبة في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات العلمية المتميزة خير الجزاء، يجزيهم على المتابعة والمواصلة والاتصال، وجزى الله خيراً الإخوة الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل المسموع حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن أراد بهم خيراً ففقههم في الدين وعلمهم التأويل. نحن اليوم مع سورة لقمان، تلك السورة العظيمة التي سميت بهذا الرجل الصالح الحكيم لقمان. والعجيب أيها الأحبة أن هذه السورة دارت كلها على مسألة الحكمة، سواء ما جاء في أكثرها في وصايا لقمان الحكيم أو ما جاء في ثناياها. وافتتحت أيضاً هذه السورة بالحروف المقطعة، ولن أقف طويلاً مع الحروف، والافتتاح بهذه الحروف جاء في القرآن أحادياً وثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً فحسب، وجاء في غالب السور بعد الافتتاح بهذه الحروف المقطعة جاء في غالبها الثناء على القرآن، إلا ما كان من سورتي مريم والقلم. وأيضاً جاء في سور القرآن كما في هذه السورة وصف الكتاب: تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، وكما قلنا هي سورة الحكمة. وجاء وصف القرآن بالحكيم في أربع مواضع من القرآن: ذكر حكيم، قرآن حكيم، كتاب حكيم. وإن جاء الأكثر في وصف القرآن أنه مبين، فجاء وصفه بالبيان وجاء وصفه بالإحكام. وكما قلت دارت هذه السورة على الحكمة من مطلعها وفي ثناياها وفي ختامها. افتتحت بالكتاب الحكيم، ثم بعد ذلك بيان حال الحكماء، بيان حال الحكماء من المحسنين الذين قال الله عز وجل فيهم كما تلاحظون في الآية الثالثة: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ثم
ذكر وأرجو أن نلتفت إلى ذلك، ذكر في سورة الحكمة في سورة لقمان: صنف من الناس ضل ضلالا بعيدا، ذاك الصنف الذي يشتري لهو الحديث، يشتري لهو الحديث ليضل، وفي قراءة ليضل عن سبيل الله. فهذا أيضا صنف ممن ابتعد كل البعد عن الحكمة. ثم ذكرت الآيات بعضا من عجيب صنع الله، ذكرت بعضا من عجيب صنع الله لا يدركه إلا الحكماء. وكان الأمر بالنظر في حكمة خلق السماوات والأرض، وقد جاء خلق السماوات والأرض في مواضع كثير، زادت أو اقتربت من 40 موضعاً، لكن من أدقها والتي أمر بالتأمل والنظر فيها هذا الخلق العجيب للسماوات والأرض بلا عمد. فهذا كأنه لفت نظر للحكمة العجيبة في هذا الخلق. ثم جاءت 8 آيات شكلت ربع السورة، وجهاً كاملاً من السورة، في وصايا الحكيم لقمان لابنه ولمن يقتدي بهذه الوصايا. ثم ذكرت، وأرجو أن التفت إلى ذلك، ذكرت صنفاً من الناس من البعداء عن الحكمة، وهم من يجادل لكن بغير هدى ولا كتاب منير، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس معه من أدوات ولا مراتب الحكمة شيء، ومع ذلك يجادل. ثم بينت الآيات في ثناياها ذاك الصنف الحكيم كل الإحكام، وهو من يسلم وجهه لله وهو محسن، يسلم وجهه، أخلص لله عز وجل، لكن لا يكفي الإخلاص لوحده، لا بد من إخلاص ولا بد من إحسان، والإحسان كل الإحسان هو في الاتباع وترك الابتداع. إذن الحكيم هو من يسلم وهو محسن، لا يحسن بلا إسلام ولا يسلم بلا إحسان، فلا بد منهما، ذكرت في هذه السورة. ثم وصف الكتاب، ثم ختمت الآيات بعد ذلك بذكر سعة كلمات الله، بسعة كلمات الله وكثرتها، وهذا يدلنا أيضا على سعة حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه السورة هي سورة الحكمة، وكما ذكرت في بدايتها الافتتاح بالكتاب الحكيم، ثم قصة الحكيم، ثم قبله من يشتري لهو الحديث، هذا بعيد عن الحكمة، ثم من يسلم وهو من أقرب الناس إلى الحكمة، ثم كلمات الله العظيمة وفما فيها من الحكم. والحكمة أيها الأحبة ذكرت في القرآن في 20 موضعاً، ذكرت الحكمة، وذكر أن من أهداف الرسالات تعليم الكتاب والحكمة. ولذلك قد يقول قائل: ما المراد بالحكمة؟ الحكمة من معانيها، قيل من معانيها وضع الشيء في موضعه، وكذلك من معانيها، ولعل هذه السورة تؤكد عليه، من معانيها أن الحكيم ينظر للأشياء على حقائقها. الناس قد ينظر للأشياء بظواهرها، والحكيم ينظر للأشياء على حقيقتها. ومن الحكمة كذلك كما جاء تعليم، أو أن الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقيل أيضاً وكل المعاني مرادة أن الحكمة المراد بها العمل، المراد بالحكمة العمل، لأن الذي عنده حكمة لا يعمل بها هو من أبعد الناس عن الحكمة، إنه ليس حكيم. والعجيب أيها الأحبة أيضاً أن هذه السورة، ولعل إتماماً للفائدة، نتحدث أيضاً عن صفة الحكمة لله عز وجل. نحن قلنا أنها سورة الحكمة، وصايا
لقمان الحكيم، وكذلك دعوة الأنبياء بالحكمة. فأيضاً تأملوا في صفات الله عز وجل، صفة الحكيم، وهذه من الصفات من أسماء الله التي تكررت كثيراً. يعني عندنا من أسماء الله الحسنى 100 اسم، لكن الذي تكرر منها كثيراً 10 أسماء، بل من أكثرها الحكيم. طبعاً أكثر هذه الأسماء على الإطلاق العليم، وبعده الرحيم. العليم جاء فيما يقارب 152 موضع، وجاء الرحيم في 114 موضعا، وجاء الحكيم في ما يقارب 90 موضعا. إذا جاءت الحكمة في أسماء الله في 90 موضعا، مما يدل على أهمية الحكمة. والله عز وجل الحكيم، بل أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. والعجيب أيها الأحبة أن هذه الصفة، صفة الحكيم، دائماً تقترن بصفتين، أكثر اقترانها بصفتين. لعل بعضكم يستعرض الآيات في ذهنه الآن ويجد أن القرآن وصفة الله عز وجل واسم الله الحكيم يقترن بصفتين في غالب القرآن، بل قد أقول في 90% من القرآن مع صفتين، وهما العزة والعلم، أو نقول نعم العزة والعلم، لأن العزة أكثر قليلاً. يعني اقتران الحكمة بالعزة، واقتران العلم بالحكمة. والعجيب أيها الأحبة أيضاً، إذا تأملت في القرآن وجدت أن آيات الأحكام في الغالب يأتي العليم الحكيم، وعند بيان الخلق وعظمته وعصيان من عصى تأتي العزة والحكمة. لأن في الأحكام الذي يملي عليك هذه الأحكام ويفرض عليك هذه الأحكام سبحانه هو له العلم المطلق وله الحكمة المطلقة. يعني الآن في حياتنا قد نجد بعض الناس عندهم شيء من الحكمة لكن عنده قليل من العلم، وعنده كثير من العلم لكن عنده قليل من الحكمة. لكن الله عز وجل له صفات الكمال والجمال سبحانه، له كامل العلم والحكمة، ولذلك إذا جاءت الأحكام من العليم الحكيم نقول سمعنا وأطعنا ونعلم ونوقن أنها حق لا مرية فيها. وكذلك بالنسبة للعزة مع الحكمة، قد يقول قائل لما الله عز وجل لم يعذب هؤلاء بعد أن بيّن عصيانهم وعظمة الخلق؟ قال عزيز، لكنه حكيم، يؤخر يعجل، حكيم سبحانه وتعالى. إذن أرجو أن نلتفت، وقد وردت العزة، قلنا الحكمة في كم موضع جاءت؟ 90، جاءت معها العزة في 46، وجاء معها العلم في 37، يعني 82 موضع من 90 جاءت بين هاتين الصفتين. جاءت مع الخبير في 3 مواضع، ومع التواب مرة، ومع العلي، ومع الواسع. ننتقل بعد ذلك إلى المعاني الجزئية في الآيات، ولعل كما قلت لكم في بداية الحديث عن هذا الحرف المقطع، هذه إلمامة شاملة عامة بهذه السورة، لأن كثير من الناس يتصور أن سورة لقمان الحكمة فيها جاءت في وجه واحد وجاءت في ربعها. لا، الحكمة في كل السورة. وبالمناسبة يا إخوان، وأرجو أن تلتفتوا لذلك دائما، استحضار مقدمة السورة والآيات الأولى دائما في السور تنبئ كأنها إجمال، الآيات الثلاثة والآيتين الأولى إجمال للتفصيل الوارد في السورة، كما سيأتينا مثلا في سورة الأحزاب، وكما سيأتينا إن شاء الله في سورة في غيرها من السور، أنه كلما قدم بمقدمة تجد أن هذه المقدمة كانت هي التي تدور عليها وحولها السورة.
إذن قلنا يعني مع أن السور اللي افتتحت بالحروف المقطعة كثير، لكنها وأثني على الكتاب بالبيان وبغيرها من الثناء، لكن هنا أثني على الكتاب بالحكيم لمناسبة ما جاء من الحكمة في أثناء ووسط وآخر هذه السورة. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، هنا الإشارة بهذا البعد دلالة على عظمة هذا الكتاب. تلك آيات الكتاب الحكيم، قال الله عز وجل هدى ورحمة، هدى ورحمة. ولعلنا نجد أن بعض الصور ذكر الله عز وجل الهدى بدون الرحمة، والهدى يأتي أكثر، وعندما تقترن بالرحمة فهذا لصنف خاص من الناس، كثيري الرهبة، كثيري الخشية، كثيري الإحسان، كثيري الإحسان. إذن قد يأتي الهدى، لكن عندما يقول الله عز وجل هدى ورحمة هذا في معنى زائد وفيه فضل زائد، هدى ورحمة، لكن الرحمة قريب ممن؟ قريب من المحسنين، ولذلك قال هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. من هم؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقلت يعني نأتي إلى أيضا الكتاب، يوصف هنا قلنا بالحكيم، ووصف كما ذكرت لكم مثلا في طبعا في يونس وصف بالحكيم، وفي ياسين وصف بالحكيم، وفي فصلت أحكمت كذلك آياته، ووصف بالمبين في صور كما في يوسف والشعراء والقصص وغيرها من الصور. الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، إما الحكيم من الحكمة أو من الإحكام أو منهما، والحكمة تأتي من هذين. هدى، قلنا إذن في الهدى أنه جاء في القرآن أكثر هدى للناس، وجاء هدى ورحمة، ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هدي ورحم، ونتعرض لرحمات الله وهدايات الله مع الإحسان، لأن المسألة مراتب، مراتب أيها الأحبة، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة هدى للمتقين، وقال أيضا في آية أخرى هدى للناس، لكن الهدى خص به، والرحمة خص به أهل الرهبة والإحسان. طبعا عندما قال هدى للمتقين وهدى للمحسنين، أيهما أعلى مرتبة، الإحسان ولا التقوى؟ السؤال الإحسان، الإحسان، أن حتى في حديث جبريل في تقسيم الإسلام والإيمان والإحسان، فهي مراتب، فهي مراتب، ولذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ولذلك مقام أفضل. طيب، الذين يقيمون الصلاة، ثم هنا الله يعني لو تأملنا في الآية يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دائما تتكرر كثيرا، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولاحظوا إقامة وإيتاء، ولم تنفرد الزكاة عن الصلاة بهذا اللفظ إقامة إلا في موضع واحد، ولا في 25 موضع من القرآن تترابط، ولذلك يذكر ابن القيم وغيره أن كثيرا ما يرد في القرآن، كثيرا ما يرد الصلاة مع الزكاة، يعني عبادة لله ها، وأيضا نفع لعباد الله إيتاء الزكاة. ولاحظوا أيضا أن قال الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة، دلالة الإقامة أيضا، الإقامة الإتيان بها تامة قائمة كاملة، ما قال يؤدون الصلاة أو يفعلون الصلاة. تأملوا، يمكن بعضكم لو تتبع القرآن قد يحرجني بعض الآيات، يقول لي الآية فلانية إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا في المنافقين. طيب، وإذا قمتم إلى الصلاة، ليس المراد هنا، المراد القيام وليس الصلاة، فاغسلوا، فلا يحتج أحد بهذه، وإلا تتبعها في القرآن لا تجد أن الصلاة عندما يؤمر بها إلا يؤمر بإقامتها، لأن المقصود من إقامتها أداءها بكامل حقها وأركانها وشروطها. طيب،
وبالآخرة هم يوقنون. اليقين هذه من صفات العلم وهو فوق المعرفة، اليقين فوق المعرفة، ولذلك نقول يعني أكثر من نعرفه حتى من الدراية، يقال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك على هدى من ربهم، وأولئك ماذا؟ قال الله عز وجل، ما قال المفلحون، قال أيضا هم المفلحون، وكأن الفلاح اختص بهم، مع أن الفلاح يأتي لأصناف كثيرة من الناس، يعني من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وحزب الله هم المفلحون، وغير ذلك من المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بيّن هذا الصنف الفالح وهذا الصنف الحكيم كل الإحكام والإحسان، قال أعطانا مثل آخر، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وأرجو أن لا نخص هذه الآية بتفسير جزئي صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود، لا نقصره على هذا المعنى، لأن معنى القرآن أوسع، سياق الآيات يعني كون الصحابي أو فسر بمعنى جزئي لا يعني أنه لما فسر بهذا المعنى الجزئي أنه يقول أن هذا المعنى الجزئي هو المراد كله، لا، قال إن هذا المعنى من باب أولى يدخل، لكن لا يمنع من دخول الأمر أوسع في معنى هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والعجيب يا إخوان ومن الناس أكثرها وردت في الذم، وإن وردت في موضعين في المدح، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن 12 موضع 10 في الذم، في الذم. وأيضا يا إخوان لنا فائدة من قوله الله عز وجل، ما بيّن من هم هؤلاء الناس، لأن ليس الأصل بيان الناس ولا فضح الناس ولا التشهير بالناس، ها الأصل أن يذكر الفعل للتنفير منه، لا من شخص الفاعل، شخص الفاعل لا يهمنا، لا يهمنا الفعل. فمع أنها يقول ومن الناس ومن الناس في 10 مواضع في الذم وموضعين في المد، ومع ذلك الله عز وجل يجعلها عامة. ومن الناس من يشتري، لاحظوا ومن الناس من يشتري، إذن هنا في رغبة في الشراء، ولذلك فما ربحت تجارتهم. يشتري لهو الحديث، والله نزل أحسن الحديث، نزل أحسن الحديث وأحسن القصص، لكن نسأل الله عز وجل الهداية وعدم الضلال. يشتري كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله بوقته بماله بجهده، يشتري كل هذا حتى بوقتك، يشتري لهو الحديث. طبعا ومن الناس درجات، منهم من يشتري عبثا، ومنهم من يشتري ليضل، ومنهم من يشتري ليضل ويستهزئ. وتأملوا في الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. إذن قيل طبعا كما قلت لكم، قال الله عز وجل فما ربحت تجارتهم وما كانوا، يعني هذا الذي يشتري ما ربحت تجارته بهذا الشراء. وإلا قيل بعض التفسيرات الجزئية للهو الحديث، ما المراد؟ قيل الغناء، وأقسم على ذلك ابن مسعود أنه قال والذي لا إله إلا هو أنه الغناء 3 مرات، ويقصد بهذا عندما قال الغناء أن هذا يدخل دخولا أوليا أو من المعاني المهمة، أنه من يشتري لهو الحديث ويترك القرآن، يستمع لهذه الدندنات ولهذه الطنطنات ويترك الذكر الحكيم. وقيل أنه الطبل، وقيل شراء المغنيات، وقيل الباطل، وقيل الشرك وغير غير، ولا يمنع أن تكون كل هذه، لكن يهمنا، وإن كان بعض المفسرين قالوا الآية بكلها بمجموعها نازلة في الكفار، كل الآية، لأن الصفات لو تأملتوا، عودوا وانظروا في الآية، شدة الآية تدل على ماذا؟ ها؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفي قراءة ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ابن عطية رحمه الله في كتابه الماتع الجميل المحرر الوجيز يقول
يرجع بسبب شدة هذه الألفاظ إلى أنها نازلة في أهل الكفر، أنها نازلة بكلها في أهل الكفر. وهذه نزلت كما يقول بسبب نزولها في النضر بن الحارث. والنضر بن الحارث هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالقرآن ويقص قصص الغابرين من قصة ثمود وهود، فقال، وكان يذهب للتجارة مع الفرس، كان يأتي ببعض القصص ويجمع هؤلاء من كفار قريش ويبدأ يقص عليهم، يقول أنا أحسن من محمد، فيأتي بقصة رستم وقصة بهرمان وغيرها من قصص ملوك الفرس ليصرف الناس، وقيل أنه يشتري بعض المغنيات ويغني حتى يصرف الناس عن سماع القرآن. ومن الناس من يشتري، وقلت نعود لمسألة الشراء، وأن هذا الشاري يعني يشتري كناية، يعني لفظ كلمة يشتري كناية عن الاغتباط والعناية، يعني إذن هو يشتري رغبة ويبذل من ماله في هذا الضلال. جاء في قوله لهو الحديث، وبالمناسبة لهو الحديث اللهو الشيء الذي يلهي وليس وراءه فائدة لتقطيع الوقت ولتزجيته. ولذلك الله عز وجل وصف الحياة الدنيا فقال إنما الحياة الدنيا لعب لهو، ولا لهو لعب كذا وكذا، الأكثر ما هو اللعب، لعب وله ثلاث مرات، لأن اللعب أقل رداءة، فكأنه من احتقار الدنيا قال لعب، يعني اللعب أقل أهمية من اللهو، اللعب يعني ما له أي ثمرة، لكن قد يلتهي بأمور أخرى. وأما في الصورة التي قدم فيها فقال الله عز وجل إنما هذه الحياة الدنيا حقرها هذه، فلما حقرها بدأ باللهو، واضح؟ فحقرها بدأ باللهو، ولما يحقرها فقال الحياة الدنيا قال لعب وله. إذن من الناس من يشتري اللعب، قلنا اللعب اللهو، واللعب كما قلت أعرق في قلة الجدوى من اللهو. المراد بلهو الأحاديث ما يلهي القلب، وكما قلت لكم الله عز وجل نزل أحسن الحديث، وقال الله عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون. ومع الأسف من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل إما بنفسه أو ليضل غيره كذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل أو ليضل بغير علم. وأيضا جمع بين لهوه مع بين هذا اللهو والتمجيد للباطل، لأنه يستهزئ بالحق. وأقول يا إخوان، يعني يخشى أن من يشتري بوقته وجهده، وخاصة من يفعل بعض الأفاعيل ليصرف الناس في شهر رمضان بهذه الملهيات وهذه المغريات، يخشى أن يكون ممن تشمله هذه الآية، يشتري لهو الحديث والشراء، إما البيع أو الشراء، لأن الشراء من الأضداد، قد حتى يبيع، يأخذ، يؤلف هذه المؤلفات كتب أو مسرحيات أو تمثيليات، وفي وقت انشغال الناس بالقرآن والعبادة يضل الناس، مو هو ضل بعد نعاذا بالله وأضل. وقلت لكم الآية تفرق في التفاوت، ربما يضل هو ولا يضل، وربما يضل ويستهزئ، وإذن الناس في ذلك درجات ودركات. قال الله عز وجل أولئك لهم عذاب. طيب مهين، لماذا مهين؟ مو بأليم، بعد أليم جاءت، إذا جاء استهزاء يأتي معده مهين. لما اتخذها هزوا قال الله عز وجل فيهم ها عذاب، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وكما جاء في سورة الجاثية أيضا، وإذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فلما استهزى كان الجزاء من جنس عمله عياذا بالله. وإذا تتلى عليه آياتنا، أيضا هو يشتري بهذه الرغبة، يشتري هذا المضل ويبتعد عن الفتنة، ثم إذا تلي عليه الحق، يعني فتح باب الشر على نفسه لكن أغلق باب الخير على نفسه،
فهذا بعيد عن الحكمة كل البعد. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقر عياذا بالله. ولذلك قال الله عز وجل فبشره بعذاب. إذن هنا نأتي بعد ذلك إلى قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. بيّن الله عز وجل بعد هذا كعادة القرآن في بيان حال الفريقين لهم جنات، وأطلق الجنات لأن الجنات في القرآن أكثر من 7 جنات، جنات عدن والفردوس وعليين والمأوى وغيرها من الجنات. وذكر الخلود أيضا هنا، هذه زيادة في نعيم أولئك الذين اتبعوا هذه الحكمة واتبعوا أمر الله عز وجل، آمنوا لم يؤمنوا فقط وعملوا الصالحات، لهم تلك الجنات المتنوعات، فوعدهم الله عز وجل بتلك الجنات. ختمت بعد ذلك قال الله عز وجل خالدين فيها أي في الجنة. والعجيب أن الخلود في الجنة أيضا ورد في كثير من الآيات، وإذا جاء الخلود يأتي بعدها وهو الفوز العظيم، يعني فعلا ما في أعلى، خلود وفي جنة فوز منتهى الفوز. لكن هنا في الآية كان فيه، يعني في الآية التاسعة أمامكم، يعني خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم. ما علاقة العزيز بالحكيم؟ طبعا الحكيم معروف علاقته أن صورة الحكمة، لكن العزيز قلت قبل قليل ما علاقة العزيز؟ الحكيم واضح أن صورة الحكمة، يعني أن الله عز وجل هذا الذي يضل يشتري. لماذا ما أهلكه الله؟ الله عزيز لكنه سبحانه حكيم، اتفقنا مع الغضب يأتي العزة، ومن رحمته أن جاءت معها الحكمة. طيب بعد ذلك جاءت الآيات في خلق السماوات، وقلت إن خلق السماوات والأرض جاءت آيات كثيرة، جاء أكثر أو ما يقارب بالضبط 35 آية في خلق السماوات، كما أن في ملك السماوات الله عز وجل امتن بخلق السماوات وامتن بملك السماوات وابتن بأن له ما في السماوات وأن له من في السماوات وأن له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. فلله عز وجل خلق والملك وما بينهما سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد، الله عز وجل خلق السماوات، خلق هذا السقف العظيم بهذه الأجرام الهائلة بلا عمد. طبعا بعضهم قال، بعض المفسرين وهم قلة قالوا إن العمد موجود لكن لا ترى، لا صحيح كما قال ابن عباس وغيرهم أن الله عز وجل خلق السماوات بغير عمد، وهذا في غاية الحكمة وغاية العجب. والله عز وجل نظر أو لفت نظر هؤلاء إلى هذا الخلق العجيب. طبعا كما قلت لكم في خلق السماوات والأرض جاءت هذه الآيات، وأنا عندما أشير إلى ما في حتى ألفت النظر إلى كلام بعض المفسرين عندما يقول إن الله له خلق، له الخلق وله الملك وله ما فيها وما فيها، يعني أقصد يجمع بين كل هذه الآيات. ومن أكثر ما ورد في القرآن في النظر في الكون النظر في السماوات والنظر في الأرض، بل زادت على مئات، قد تصل إلى 300 في الأرض وكذلك في السماء. ثم قال وألقى في الأرض رواسي، ألقى، ولاحظوا هذا الخلق العجيب وهذه السماء بهذه الضخامة، يعني نحن في هذا المكان كم من الأعمدة لحمل هذا السقف اليسير؟ عدد كبير من الأعمدة. خلق الله هذه القبة بهذه العظمة بلا عمد. ثم أيضا ألقى هذه الجبال، والإلقاء كان في سهولة، بهذا الخلق العظيم الجبال ألقاه إلقاء ليثبت ويرسي به هذه الأرض. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، والجبال أوتاد تمسك بالأرض، وكما قيل في الاكتشافات العلمية الحديثة أن الذي يبدو من الجبل فقط الآن، هذا الخلق العظيم الذي يبدو من هذا الجبل هو ثلثه، ثلثين البقية الجبل في الأرض غائرة، يعني هذه العظمة وهذا الارتفاع الشاهق لمثلا من أعلى قمة وهي قمة إيفرست
أو الهيمالايا تصل إلى أكثر من 8000 متر، بل تزيد 8884 متر. هذا الارتفاع 9 كيلو يعني، وأكثر من أو ما يقرب من 20 كيلو داخل الأرض. ولذلك قال الله عز وجل هذا خلق الله. وقبل ذلك أيضا قال وأنزلنا من السماء ماء، يعني هذا الخلق المخلوق يحتاج إلى رعي وأكل. ولذلك بعد هذا الخلق والسائل الجبال أنزل من السماء ماء. فقال الله عز وجل يقول، وهذه كما قلنا في سورة الحكمة، هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني. ثم قال بعد ذلك في ختامها قال بل الظالمون في ضلال مبين. وانتبهوا للضلال أيضا يا إخوان، عجيب القرآن. وأنصح نفسي وإخواني أن الذين يأتون لمثل هذه الدورات العلمية ودرسون، أنصح مع استفادتكم من الجانب العلمي، ها استفيدوا من الطريقة في العرض العلمي. يعني ربما يأتيكم شارح يشرح فيركز على المفردات، وربما يأتي آخر يركز على أسباب النزول، وربما ثالث يركز على الأسرار، ربما آخر على لكن هناك قضية يغفل عنها كثير ممن يتعرض للتفسير، وهي قضية تفسير القرآن بالقرآن وجمع الآيات المتشابهة. وبحمد الله اليوم الكتب موجودة، وحتى الأجهزة التقنية موجودة، يمكن للإنسان أن يتأمل ويجمع وينظر. فإذا نظر في القرآن ككل وفسر هذه الآية بهذه وجد أمراً عجيباً وغريباً، وجد وحدة موضوعية وتناسق وتكامل في الآيات يحل له كثير من الإشكالات، يحل له كثير من الإشكالات التي قد تعرف. فالضلال جاء الضلال المبين والضلال البعيد، وإن كان في القرآن أكثر شيء الضلال في يوصف بالإبانة، إنهم في ضلال واضح، في ضلال مبين، لأن عندنا ضلال بعيد وضلال مبين. لكن البعيد لو تأملت ورد في 3 آيات، مع أن الضلال في 30 آية، لكن وصف بالمبين وبالبعيد وغيره من الصفات، لكن هم هاتين الصفتين اللي تكررهم تجدون عندما يقول بعيد في الغالب أنهم الذين كفروا وصدوا، يعني كافر ومعاند. أما الكافر لوحده فيوصف أن ضلاله بالمبين، الكافر والمعاند والمجاهد في الغالب أنه يوصف بأن ضلاله ضلال بعيد. حتى الدقة في القرآن تأملوا، ها وكأنه يقول، يعني كأن الآية يفاد منها أن من كانت هذه حاله، يعني أنا لو أجيت أدعو شخص ضلاله مبين ولا بعيد، أيهم من أحسن شيء أدعوه، اللي ضلاله بعيد ولا المبين؟ المبين أدعي أسهل لي، البعيد هذا بعيد عني. ترى القرآن يا إخوان فيه دقة، حتى لما يأتي يقول الله سبحانه وتعالى صم بكم عمي للمنافقين لا يرجعون، الكافرين لا يعقلون، يعني ممكن يرجعوا الكافرين المنافقين؟ صعب صعب، بدلالة الآية ما في ما تكلفنا شيء، لا يرجعون، نقول القرآن لا يرجعون، المنافقين لا يرجعون، الضلال اللي في ضلال بعيد صعب انها ايضا، لكن اللي في ضلال مبين ممكن نوضح له هذا الضلال، لكن هذاك بعيد. فما دام عندنا واحد عنده غبش وظلمة شديدة وعندنا واحد بعيد، نقرب، نحاول ان نقترب من هذا الذي في الضلال المبين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.